شاف الليبتون. جبت لكم مفاجأة، سيارة ليبتون. واو. وصلت على البيت بعد الغياب. ها شوفوا ازمي، خلنا نشوف اشتقت لي ولا لا. How are you? I'm happy. Yeah? I miss you. How are you? Good. How about you? Good. You're laughing, eh? I was homeless in Tokyo. You know that? I'm really homeless. Like 3 days without shower, without sleeping on the cafe. Do you know the guy? He did not show up. The guy I went there, he said he wanna host me. He didn't show up. He just block me and close his phone and. He's Japanese. No, no, he's from Jordan. Jordan. Hi. Yes, I'm back. Can't believe I'm back. Come, come. في واحدة صديقتنا جابت لك هدية. من صديقتنا في طوكيو. She brought you a chocolate. How are you? Kitka. Who are you? Yeah. Yeah, who are you? You like candy? Yeah. Are you happy? Yes. Thank you. You're welcome. طيب شكرا للي جاب الشوكولاتة. هي بتعرف حالها، رزمت ابتسامة في وجهها، وأنا يعني زي فيديكس ولا أرامكس وصلت. إذا بدكم ترسلوا إشي لإزي محكولي بوصل أنا، بس يعني هيا باكل على الطريق إذا كان كثير زاكي. هاي وصلتي إلى هيراكاتا، وهسا رح أختفي، رح أختفي بدي أتحمم. زين شايفين الطابع هون، اللابتوب هون، كل اشي جبته جهزته عشان اطبع اوراق عشان اجهزها للسفارة. طيب عشان تقدم على السفارة وانت موظف في شركة، كيف بدك تقدم؟ هسا انا بالنسبة للسفارة اليابانية كم تطلب يوم بيعطوك بالضبط، بس في بعض السفارات تطلب مثلا اسبوع بيعطوك 3 شهور، زي كوريا مثلا. في امريكا بتطلب اسبوعين بيعطوك 5 سنين. السفارة يعني بتحسها كمبيوتر مش عقل انسان، بدك تفهم شغله. من السفاره بيجيها طلبات كثير، هي بتعطيك طلبات وانت اعطيها الطلبات زي ما بدهم بالضبط، اوكي؟ حتى لو كان فيها شويه لف ودوران او فيها شويه تريكس. راح افرجيكم مثال وانت بتطبق عليه باقي السفرات. هاي الورقه المتطلبات بتكون، انا بالسعوديه عايش، بدهم ورقه خروج عوده، صوره من الاقامه، خطاب تعريف من الشركه. طب انت لازم تجيب خطاب تعريف من الشركه عشان يتاكدوا انك انت راح ترجع وشغال. كشف حساب من البنك، حط فيه مبلغ، ودائما يكون في حركه. يعني اذا مش ضروري يكون في مبلغ كبير، بس يكون في حركه، وما هذا اللي بهمهم. ولكن قبل ما تقدم بيوم روح اودع فيه مثلا مبلغ معين، 2000 دولار، 3000 دولار، وشيلهم ثاني يوم يعني، واعطيهم لصاحبك اللي انت ماخذهم منه. زي هيك بتسوي. طيب هم راح يطلبوا منك انه انت وين بدك تسكن. بتدخل عن طريق الموقع بوكينج، بتحط التاريخ اللي بدك تروح فيه، بتحط البلد، وبهذا اليوم بتحط بالفلتر انه بدك اقل سعر. ولما تطلع بالسعر حاول تلاقي ريفيوز يعني هيك كويس منيح، وبنفس الوقت السعر رخيص. بعدين ادخل اكتب تفاصيل. رح يطلب منك بطاقة كريدت كارد طبعا، بس بقول لك احنا بس نحجز لك اياها او نحجز لك المصاري، ما بحجزه. بس اعطيه رقم، ادخل على موقع الفيك كريدت كارد، اكتب على جوجل وادخل عليه وخذ الرقم الكريدت كارد وحط تاريخ الانتهاء من عندك وخلص انتهى الموضوع. ولا ببعثوا لك كونفرميشن زي هيك، مبروك يور بوكينج از كونفيرم، وهي ببعث لك اياها يا معلم، وبتطبعها وبتطلعها زي هيك. هاي مؤكد، حجز مؤكد بس مش مدفوع، بس الدفع عنده الوصول. حددها بالقلم الاصفر، اوكي. بتحدد لهم زي هيك بالاصفر للسفارة عشان خلص ياخذوا المعلومات المهمة، وكمان يرتاحوا وينبسطوا عليك. طيب حجز الطيران، في مواقع كثير على الانترنت وين بتقدر تحجز بس ما بتدفع، بقول لك باي ليتر، يعني بتدفع ثاني يوم. بس ببعث لك ورقة كونفرميشن، يعني بأكد لك حجز تأكيد، بس بكتب لك فوق انه عشان تأكد الحجز 100% لازم تروح تدفع. بس انت حاول ما تطلعها فقط بالطباعة، زي هاي مثلا على طيران قطرية او طيران السعودية، بتعطيهم الحجز زي هيك كأنه مؤكد.
انت مش رايح على طوكيو طبعا، انت بس بدك تاخذ الفيزياء بعدين خلص. كيف خططت؟ كيف هاي ممكن تغير يا عمي؟ بديش اطلع انا طوكيو، بدي اطلع على اوساكا، بديش اطلع على طول مباشره، بدي اطلع ماليزيا بعدين ماليزيا اطلع زي هيك، فهمت كيف؟ خذ الفيزا حطها بجوازك ويعطيك العافيه. القنصليه العامه اليابان في جده، انطلقنا. خلينا نروح نستلم الجواز، احنا عند السفاره. دقيقة دقيقة شوي. Yes guys, I made it. You not believe, I got it. Japanese visa. يا اخوان كانت نسبة تأملي 1%، بما انه بشتغلش ومقدم كشف حساب ما فيش فيه راتب بنزلي فيه. بدي اشوف لي واحد هسه ياباني بالشارع احضنه، يعني اجي تعطيني اياها كشف حساب فيش فيه مصاري، يعني يا دوب يا دوب والله يا اخوان. بعرفش ليش اعطوني اياها بصراحه، كل شيء غير صحيح، من اوتيل من طيران كل شيء قدمته غير صحيح، واستلمت الفيزا واعطوني 30 يوم 30 days. شو بدي اسوي فيهم 30 يوم باليابان؟ شو هالكرم هذا؟ الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم يا اخوان. راح اسافر واقدم لكم فيديوهات، فاكيد راح اكون مبسوط وطاير من الفرحه، ويا ريت كل واحد يقدم كمان ما يرفض. زمان كنت اي جت ريجكتد ماني تايمز، يعني كثير رفضت لما كنت اقدم على الفيز، صرت هسه خبره. هاي Tokyo. Not good. Because you are not there. Welcome to my favorite city, Kyoto. How are you? I'm fine. Oh, I feel this is your schedule. طب بقول أشيك على schedule تبعي. نشوف متى فاضي. طلع. Japanese people only doing this. بخططوا لكل إشي يا زلمة من لشهر قدام. يعني عندك تسألها مثلا تعال نطلع. Okay, I have to check my schedule. People comments, where is Yuki? Go back to Yuki. So cute. This is Yuki. Why? It's me, Maroko Sahira. طلعت ما بقول ايرونية مختلفة لما عملت الصورة هاي، فبسألها عن ماروكو. طلعت بتحبها. This Maroko? Yes. You look like Morocco. No. It's me, Morocco, Sahira. No. Yeah. It's me, Morocco. Next, different anime. Different, right? これアラビアのマルコの歌やって。じゃピーヒャラピーヒャラやんな。あマジ。It's not Marco. It's Morocco. No Marco. This is the real Morocco. This is the real Morocco. ちょっとひどい。踊りを踊っているよ。It's different. You know Dai Shija? Yeah. I know. Dai no Dai Boken. Yeah. It's my favorite. Dai's. How about Conan in Arabic? You wanna watch Conan in Arabic? No. No? How's it? The same voice? No. مين بتذكر سلام دانك؟ يا بابا دوبان ريمي، يو نو ريمي؟ ريمي؟ موتو غاوا كان كارا سون عربي سلام دانك؟ لا لا ناني كوري ريمي ريمي؟ اه اه
あ、ハンターハンターや。ハンターハンター。ハンターハンター。いや、カマス。あら、出てくれ。曲全然違う。やばいやばいやばい。زي مرات دراغون بول دراغون بول صندت لا 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 stop it no it's really dragon ball our dragon ball ايه なんだっけセンディを超えてみたいなサンディエゴあー母を訪ねて三千里。母を訪ねて三千里。Yeah. This. Yeah. I don't know. I don't know. I'm Japanese. いや、これ聞こえる英語がいいんだ。あれ、もう聞こえへんまだ。なにだこれ。What? Double rush? You didn't know that? Double rush. سابق لاحق. No. Oh, بعرف سابق لاحق. Ah, this is our favorite, right? ちょっと古いぞ。アップコール。オールドテイスト。アップコールですね。アップコール。アップコール。アップコール。パカ、アップコール。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 あ、コナン。This is Conan Arabic.ラララララッカやねん This is the original? Yeah 知らないですかこれだいぶ有名ですよ You don't know? You're not Japanese anymore You change I'm Chinese めっちゃ知ってるやんアニメのそこ教えてくれないの?ビデオを楽しんでくれましたか?10,000ください。お願いします。10 vlog guide vlog اليابانية. 10,000ください。تحكي لكم 10,000 لايك لهذا الفيديو وراح انزل لكم فيديو كمان تحدي الضحك. بعدها توصلوا لي هذا الفيديو عشان 3 لايك وراح انزل لكم فيديو بكره. She's gonna end the vlog now. 皆さんご視聴ありがとうございました。例えば、確率的に明日も見てねそれでは皆さん5枚のカードとじゃんけんほいグーで勝った人は超ハッピーさよならバイバイステイハッピー